بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بدأنا كلام عن الأكسديشن of alkenes، وكنا أخذنا فكرة عن استخدام الـ KMnO4 في وجود الـ NaIO4 عشان نحول الألكين إلى ديول في الأول باستخدام الـ KMnO4، وبعد كده نعمل أكسديشن للديول اللي طالع باستخدام الـ NaIO4 فنحوله لألدهايد. هناخد مثال علشان يكون الكلام واضح. لو خدنا أي ألكين وعملنا له أكسديشن باستخدام الـ KMnO4 في وجود مية، فكنا خدنا المرة اللي فاتت إزاي يحصل تكوين سايكليك أستر وهيكون الديول، تمام؟ طبعا تقدروا ترجعوا للفيديوهات السابقة علشان تشوفوا الميكانيزم. لما بيبتدي الديول اللي طلع يتفاعل مع البيرايوديت، تبتدي الدبل بوند اللي هنا تفتح والأكسجين تبتدي تهاجم الهيدروجين، الرابطة اللي بين الهيدروجين والأكسجين تبتدي تتكسر والأكسجين ترتبط بالأيودايد، ونفس الكلام بالنسبة للأكسجين دي هتهاجم برضو الهيدروجين والرابطة هنا هتتكسر، تبتدي الأكسجين ترتبط بالأيودايد فيكون لنا سايكليك بير أيوديت إستر. ده يبقى سايكليك بير أيوديت إستر. بعد كده على طول الرابطة دي هتتكسر والرابطة دي هتتكسر، تمام، والرابطة دي أيضا، ويبتدي يتكون لنا الدهايد زائد IO3 زائد H2O. طبعا نخلي بالنا من حاجة مهمة، ان احنا بنستخدم كميات قليلة من البير ايوديت لان الاكسس هيحولنا على طول الالدهايد لأسيد، هيعمل فرزر اكسديشن، تمام؟ طيب هل في طريقة نقدر نحول بيها الألكين لألدهايد بدون استخدام البير أيوديت؟ طبعا احنا لو استخدمنا اكسس من الـ KMnO4 هتعمل نفس الشيء، الاول هتكون ديول وبعدين الـ KMnO4 نفسها تدخل تعمل فرزر اوكسيديشن وتحول الديول لألدهايد. فلو شفنا الميكانيزم، ادي الألكين وادي الـ KMnO4 في وجود المية يعني مخفف، فهيدينا على طول الديول زي الخطوة اللي فاتت بالظبط. طبعا الميكانيزم ايضا تقدروا ترجعوا لها في الفيديوهات السابقة. بعد كده يدخل الـ KMnO4 مرة تانية وبنفس الطريقة، الدبل بوند هنا هتفتح والأكسجين هتهاجم الهيدروجين، الرابطة لما بين الهيدروجين والأكسجين هتتكسر وتبتدي الـ O ترتبط بالـ MN، ونفس الخطوة بالنسبة للأكسجين دي، وكون لنا سايكليك بيرمنجانيت إستر. اللي بعد كده هيتكسر بنفس الطريقة عشان يدينا اتنين من الألدهايد زائد طبعا المنجنيت. طبعا الألدهايد الناتج ممكن الـ KMnO4 تعمله برضو فرزر اكسديشن ويتحول لكربوكسيليك أسيد، تمام. طبعا احنا هنا خدنا مثال لألكين. لو خدنا مثال لسايكلو ألكين، المركب اللي قدامنا ده طبعا دايميثايل سايكلوهيكسين، لما نفعله مع الـ KMnO4 وطبعا بنفس الميكانيزم هتطلع الديول، تمام، يبقى المركب اللي ناتج عندنا 1 و2 داي هيدروكسي، 3 4 5 يبقى 4 و5 دايميثايل سايكلوهيكسين. لما يبتدي يتفاعل مع صوديوم بيرايوديت
نفس الميكانيزم اللي شرحناها من شوية بنفس الطريقة، الرابطة دي بتتكسر وتبتدي الأكسجين تهاجم الهيدروجين، الرابطة بين الهيدروجين والأكسجين هتتكسر والأكسجين ترتبط بالأيودايد، ونفس الكلام في الرابطة التانية عشان يتكون لنا سايكليك بير أيوديت إستر اللي هيبتدي طبعا يتكسر بنفس الطريقة عشان يكون لنا مجموعتين الدهايد، اللي طبعا بعد كده البير ايوديت هيعمل لها فيرزر اوكسيديشن ويطلع لنا دايكربوكسيليك اسيد. طبعا ده اديبيك اسيد وعليه 2 ميثايل جروب في البوزيشن 3، عشان بعد 1 2 3 4 5 6 يبقى في البوزيشن 3 و4، يبقى 3 و4 داي ميثايل أديبيك أسيد. الطريقة الثانية لعمل أكسيديشن للألكينز هنستخدم فيها أوسميوم تتروكسايد في وجود الصوديوم بير أيديت. الطريقة دي اسمها لومي جونسون أكسيديشن، ودول 2 من العلماء اللي اخترعوا الطريقة دي. طبعا مهم وانت بتدرس الكيمياء ان يهمك جدا تفهم التفاعل اللي انت شغال بيه، تفهم المادة اللي انت هتبدأ بيها تمام، والمادة اللي انت هتحصل عليها في النهاية. قد يكون ان التفاعلات اللي انت بتدرسها مش هتلاقي فيها في اي تكست بوك اسم المحاضر بتاعك، وقد تجد ان نفس المحاضر مهتم جدا بالاسامي اكتر من الاهتمام بطبيعة الرياكشن. فانت اذا لقيت ان المحاضر اللي بيدرس لك في امتحانات السابقة او اثناء المحاضرة مهتم بانك تحفظ اسامي الرياكشنز، اللي هي طبعا اسامي اشخاص ما بتديش اي انديكيشن عن طبيعة التفاعل ولا عن الميكانيزم بتاعته، فاهتم بمعرفة الاسامي علشان لما تيجي ان شاء الله في وقت الامتحان ما تخسرش اي درجة بسبب شيء بسيط زي كده تمام. فالتفاعل بتاعنا بيمشي ميكانيزم قريبة جدا 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 للتفاعل اللي احنا لسه شارحينه من شوية. فلو خدنا مثلا سايكليك الكين، المركب اللي قدامنا ده اسمه سايكلو اوكتين عشان فيه 8 كاربونز، هنفعله مع الاوزميوم تتروكسايد بنفس الطريقة اللي كانت KMnO4 بتفعل بيها. الدبل بوند دي بتفتح وتبتدي الكربون ترتبط بالاكسجين، والرابطة دي بتتكسر، والرابطة دي كمان بتبتدي تتكسر والاكسجين ترتبط بالكربون التانية، ويحصل سين اديشن عشان يدينا سايكليك اوزميت استر تمام. بعد كده بتدخل ال H2O فتبتدي الرابطة دي تتكسر والاكسجين تهاجم الهيدروجين، والاكسجين بتاعت الووتر ترتبط بالاوزميوم عشان يكون لنا اي سايكليك اوزميت استر. يبقى ده اي سايكليك عشان الحلقة اتفتحت، السايكليك استر اتفتح فاصبح اي سايكليك اوزميت استر. اللي بعد كده طبعا هيتفاعل مع H2O مرة تانية، وبنفس الطريقة الاكسجين هتهاجم الهيدروجين والرابطة دي هتتكسر والأكسجين ترتبط بالأوزميوم عشان يكون لنا الديول. بعد كده طبعا هيجي البير أيوديت ويتفاعل بميكانيزم مطابقة تماما للي شرحناه، فهتبتدي الرابطة دي تتفتح، الأكسجين تهاجم الهيدروجين، الرابطة هنا تتكسر وتبتدي الأكسجين ترتبط بالأيودايد. في نفس التوقيت هتكون الأكسجين دي أيضا بتهاجم الهيدروجين والاكسجين دي بترتبط بالايودايد عشان يكون لنا سايكليك بير ايوديت استر اللي هيبتدي يتكسر بنفس الطريقه عشان يكون لنا داي الدهايد تمام. لو خدنا مثال تاني على نفس الطريقه، طبعا قدامنا المركب ده سايكلو هيكسين، هنفعله مع الاوزميوم تتروكسايد، هتبتدي الدبل بوند تفتح والكربون ترتبط بالاكسجين والرابطة دي تتكسر، وهنا الأكسجين ترتبط بالكربون أخرى ويتكون لنا سايكليك أوزميت إستر. وطبعا هتبتدي تدخل ال H2O بنفس الميكانيزم اللي شرحناها المرة اللي فاتت، مش هنعيدها علشان ما نطولش.
وهيتكسر ويتكون ايه؟ سايكليك اوزميت استر، وبعد كده يتكون الديول، فهنكتب الديول على طول. بعد كده يتفاعل مع البير ايوديت، فتبتدي الرابطة هنا تتكسر والاكسجين تهاجم الهيدروجين، والرابطة هنا تتكسر والاكسجين ترتبط بالايودايد، نفس الكلام في الجهة الاخرى من المركب. وطبعا هيتكون لنا سايكليك بير ايوديت استر. طبعا اللي هيبتدي يتكسر بنفس الطريقة المعتادة، وتكون لنا طبعا هيكسين 1.6 داي ال زائد طبعا الايوديت. اخر مثال، وياريت تكتبوا الميكانيزم وان شاء الله نناقشها مع بعض المرة الجاية. المركب اللي قدامنا ده هو شبيه جدا بالنفسالين، لكن مفهوش الدبل بوندز، في دبل بوند واحدة بس. طبعا في تسمية الفيوز درينكس يبقى هنبدأ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كربونات، دي رقم 9 ودي رقم 10. يبقى المركب ده 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و10 اوكتا هيدرو، 8 من الهيدرو يعني اوكتا هيدرو نفسالين. لو فعلناه مع الاوزميوم تتروكسايد في وجود الصوديوم بير ايوديت، هتبتدي الدبل بوند دي تكون دايول، تتكسر وتتكون دايول، والدايول هيتاكسد لمجموعة الدهايد هنا ومجموعة كيتون هنا. نعمل الميكانيزم عشان تشوفوا ازاي طلعت هنا الكيتون، ونشوفها ان شاء الله مع بعض المرة الجاية. المركب ده هيكون اسمه 4 سايكلو هيكسانون 2 يل بيوتانال، لان طبعا ده سايكلو هيكسانون من عند 2، لان هنا نبدأ الواحد، هنا تبقى 2 في بيوتانال، والبيوتانال ده شابك فيه من عند كربون رقم 4، ادي 1 2 3 4 بالنسبة للبيوتانال. يبقى 4 من عند البيوتانال، موجود عليها مين؟ موجود عليها سايكلو هيكسانون، ومشبوكين من عند الاثنين، عشان قلنا كده 2 يل، يعني نقطة الشباك من عند الكربون رقم 2. حاولوا تعملوا الميكانيزم، هي سهلة جدا بنفس الطريقة اللي احنا لسه شارحينها، ونشوفها ان شاء الله المرة الجايه.